بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا بكم من جديد، معاكم أحمد الجرنوسي. إن شاء الله النهاردة هنشوف مع بعض شرح طريقة قفل الويندوز بطريقة الباترن أو نمط الهاتف. زي ما احنا شايفين قدامنا كده، مش هتقدر تدخل للويندوز غير لما تحط الباترن ده، تمام؟ فهنيجي طبعا نبدأ ونبدأ مع بعض الطريقة إن شاء الله. أول حاجة طبعا هتيجي تستعمل البرنامج اللي هسيبه لك تحت الفيديو ده على طول. البرنامج اسمه اي يوزنج ميز لوك، الاصدار 3.3 من 10، تمام؟ وانا سايب رابط الموقع علشان تضمن انك تحمل البرنامج ده باحدث اصدار. برنامج كويس جدا جدا في عمليه حمايه الكمبيوتر بتاعك، زي بالظبط الموبايل، وفي اضافات اكتر من اللي موجوده على الموبايل. هنشوف مع بعض الشرح. بمجرد ما بتبدا تحميل البرنامج سواء من هنا او من هنا او من هنا، وليكن مثلا هنيجي نبداه من هنا كده، طبعا علشان انا محمله قبل كده. البرنامج حجمه صغير جدا، ما بيكملش 1 ميجا. بمجرد ما بتدوس ستارت داونلود بينزل معاك البرنامج على طول، وتدوس اوبن وبتسطبه بالطريقه العاديه، نكست ونكست وفينش للاخر، على طول بيبدا معاك البرنامج بالتشغيل. دي رساله ترحيبيه للبرنامج، وكمان بيقول لك حط الباترن او النمط بتاعك على البرنامج. فزي ما احنا شايفين دي الواجهه بتاعت البرنامج، فبتظبط الواجهه بتاعتك. بتيجي تدوس على ريسيت باترن، بتدوس بتعمل الباترن اللي انت عاوزها، وليكن مثلا 2 3 4 5. اول ما بتخلصها بيقول لك عاوز تحفظ صوره من الباترن ده علشان لو نسيت. خلينا بس نبص على الشكل ده كده تاني، تمام؟ ندوس اوكي. عايز تحفظ الصوره بتدوس يس، وتحفظ الصوره في اي مكان انت عاوزه. طبعا ده باترن كنت حافظه قبل كده، فبقول له سيف واحفظه تاني مكان اللي فات، تمام؟ باك اب باترن ده طبعا لو انت عاوز تعملها بطريقه يدويه، نفس الرساله اللي جات لك، ولكن عشان كان اول مره بتحفظ الباترن تاني اللي احنا شايفينه ده، علشان لو نسيتها طبعا بتحفظها في مكان انت بس اللي تكون عارفه. هنا عدد النقط بتاعه الباترن، سواء عايزه 3 في 3 او 4 في 4 او 5 في 5 بالشكل ده كده اللي احنا شايفين، او بالشكل ده كده يكون الشكل طويل، وتحط الباترن اللي انت عاوزه، تمام؟ نخليها 3 في 3 بس علشان الدنيا تكون سهله شويه، وندوس على ريسيت باترن تاني ونعمل الشكل اللي احنا كنا عاملينه. عاوز تجرب تجيب الباترن، بتدوس من على الكيبورد زرار الويندو اللي هو زرار الشباك مع حرف الاي، او بتيجي هنا تدوس عليه كليك يمين وتختار لوك. طبعا لو جات لك الرساله دي عشان التسجيل دوس له سكيب، تمام؟ او بتيجي بقى تدوس هنا كليك يمين وتختار لوك كمبيوتر، تمام؟ فبكده ظهرت لك الشكل ده، تمام؟ ولو جيت طبعا تعمل النمط غلط اكتر من مره، نجرب كده نعمله غلط كذا مره، نشوف الجهاز هيعمل ايه دلوقتي. فزي ما احنا شايفين ان الجهاز عمل صوت تنبيهي بيحذرك ان في حد حاول يفتح الجهاز او حط الباترن غلط، لو انت طبعا سايب الجهاز في مكتب او ما بين اصحابك وبتعمل حاجه بره، فهتسمع الصوت ده زي كانك راكن العربيه وحد جه سرقها. طيب نرجع تاني كده، دلوقتي فاتح معايا تاني. لازم طبعا تحط الباترن مظبوط، بتيجي ده الباترن اللي احنا كنا عاملينه، بتسيب بيفتح معاك. طيب هنقول بعض خصائص في البرنامج، ازاي تقدر تغير الصوره وحاجات تانية كده في البرنامج. هنيجي ندوس عليه كليك يمين وتختار منه كونفيجر، او بتدوس على زرار الويندوز زائد حرف السي، بتدوس على كونفيجر دي بيفتح لك تاني. لازم طبعا تحط النمط علشان يتاكد ان انت صاحب البرنامج. طبعا دي الواجهه دي شرحناها كلها بالتفصيل. نيجي هنا لجنرال، تمام؟ اوتو لوك ات ويندوز ستارت اب، يعني هل لما تيجي تبدا الويندوز يظهر لي الباترن ده، فانا عاملها اوف ما تظهرش، لو اون هيظهرها، تمام؟ بحيث انك ما يفتحش او ما حدش يقدر يفتح الويندوز غير لما يحط الباترن. هنا اوتو لوك كمبيوتر افتر، يعني هيقفل الكمبيوتر لو انت سبت الكمبيوتر مثلا لمده معينه، وليكن دقيقه دقيقتين، معاك لحد 5 ساعات. لو سبته الفتره مثلا المده دي بيروح قافل لوحده، بيظهر لك الباترن اللي هو او النمط علشان تحطه، تمام؟ هنا تيرن اوف ذا مونيتور افتر، هنا لو عايز تقفل الشاشه، يعني لو هتسيب الجهاز لمده معينه فبيفصل الشاشه بس، تمام؟ الخرائط العاديه بتاعت الويندوز. وبعد كده بعض الاختيارات الاضافيه، اهمهم المود بتاع التحذير ده، ان هو بيقول لك اعمل لي الارم او تحذير. ده طبعا لما جينا جربنا عملنا غلط، ادانا دقيقه وعمل صوت ده، ممكن انت تخليها دقيقتين، تخليها 3، او يا اما يقفل الكمبيوتر وما يعملش الصوت ده غير لما تحط الباترن او النمط صح. وهنا لو عمل غلط يقفل الكمبيوتر، فانت طبعا على حسب اللي رايحك. هنا لوك كيبورد، لو عاوز ما تخلوش يستعمل الكيبورد. هنا الانلوك مود، ده شكل الانلوك. خلي بالك انك لما، يعني عشان نوضحها اكتر برضو، ده هنا ده الانلوك مود، تمام؟ ده اول حاجه اللي هو الاختيار الظاهر، وانت بتعمل الباترن بيظهر معاك، تمام؟ هنا هتعمل الباترن ومش هيظهر، يعني انا عملت الباترن دلوقتي مش هيظهر خط ان انا، يعني الباترن او النمط بيكون مخفي، تمام؟ هنا بقى ممكن تعمله من خلال الكيبورد، لو مثلا الماوس مش شغال معاك، انا عامل الشكل كده، تمام؟ ان انا عامله كده واجي كده، تمام؟ فبتدوس على حرف الجي، بعد كده الاو، بعد كده البي، بعد كده الواي، بعد كده الزد، تمام؟ فدلوقتي هاجي بس افتحه، هنجيب النمط الظاهر ده، تمام كده. وهنا في دونت تاتش ماي كمبيوتر، الجمله اللي بتظهر تحت الباترن، نرجع تاني برده كده علشان نشوفها. الجملة دي don't touch my computer، تمام؟ بتيجي تغير الكلمة، تكتب اللي انت عاوزه، مثلا وليكن لو كتبت احمد الجرنوسي ممكن انت تكتبها يد ما تلمس الكمبيوتر بتاعي، اكتب اللي انت عاوزه،
وندوس لوك كمبيوتر كده. احمد الجرنوسي بيدعم اللغه العربيه، مفيش مشكله. تمام كده، تكتب اللي انت عاوزه طبعا على حسب اللي انت عاوزه. هنا الباك جراوند لو عاوز تغير الخلفيه، دي الخلفيه اللي هي كانت ظاهره اللي نازله مع البرنامج، تمام. فبتيجي تدوس على تشينج ايمج وبتختار الخلفيه اللي انت عاوزها طبعا. ممكن تختار اختيار زي ده كده مثلا برضو، دوس اوكي وبعد كده ويندو حرف الايه. وبكده تكون تقريبا شرحنا كل حاجه في البرنامج. البرنامج كويس جدا وسهل، ما فيهوش اي مشكله. بتمنى في الاخر انكم تدعموني بلايك للفيديو، علشان ده بيشجعني ان انا اعمل فيديوهات واعمل مواضيع اكتر في الفتره الجايه ان شاء الله. ولو كان عندك اي استفسار اي اقتراح بخصوص الموضوع ده او اي موضوع تاني، يا ريت تسيب لنا رد في التعليقات تحت الفيديو، او تكلمنا من خلال صفحه تكنو عربي على الفيسبوك. وانا دايما بتابع التعليقات وبرد على الرسائل باستمرار، وعلشان تكون على اطلاع بكل جديد من عالم البرامج والشروحات الجايه ان شاء الله. ما تنساش تزور موقعنا على الانترنت، موقع تكنو عربي، هسيب لكم كل الروابط دي موجوده تحت الفيديو على طول ان شاء الله. واشوفكم في درس جاي باذن الله. كان معاكم احمد الجرنوسي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.